ديال الوداد البيضاوي وفاة اللاعب السابق اللاعب أسامة فنور لاعب الوداد البيضاوي الذي كان تعرض سابقا إلى حادث السير سابقا والآن أعلن رسميا الوفاة دياله والأب دياله كيتقدم كيتلقى التعازي. ما هو سبب وفاة لاعب الوداد المغربي؟ السلام عليكم. لطفا قبل أن ندخل في التفاصيل لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا إعجاب واشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات. أعلن نادي الوداد المغربي مساء أمس الخميس عن وفاة مدافعه أسامة بعد تعرضه لحادث سير أليم الشهر الماضي، وجاء بيان النادي المغربي كالآتي: تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة، وأضاف البيان: وبهذه المناسبة الحزينة يتقدم سعيد النصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه واللاعبين والأقم والإداريين وجميع المستخدمين إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه وإلى جميع مكونات نادي الوداد بأحر التعازي وأصدق المواساة. أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وكانت قد كشفت تقارير صحفية عن أخر تطورات حالة أسامة نجم الوداد المغربي بعد تعرضه لحادث أليم، ووفقا للصحيفة هيسبورت المغربية فإن الوضع الصحي للاعب أسامة نجم الوداد ما زال على حاله، إذ لم تسجل أي تطورات في حالته بعد خروجه.